عن أول 45 دقيقة انطلقنا على مستوى الحصة الأولى، على مستوى البداية الأولى، أرضية ملعب سباير كما يشاهد الجميع هنا من فوق هذا الملعب. تواجد جماهير رائع وتواجد أسمام هي التي تبحث عن تقديم المزيد والمزيد والمزيد من النجاح والمزيد والمزيد من الاستمرار. 45 دقيقة نبحث فيها عن الوصول المميز لواحدة من الفريقان عبر النتيجة الرائعة. فرقة باريس سان جيرمان يا سادتي الكرام بالألوان الزرقاء الكاملة تدخل من اليمين، والبداية دائما وأبدا يا سادتي الكرام. اللهم اجعلنا من أهل اليمين، قولوا أمين يا سامعين اسم النبي لجل النبي صلوا عليه. يلعب في حراسة المرمى رومين، يتواجد تورينو أيضا عبد الله كامارا جايوردو أيضا هوبرتو أيضا كوليبالي هارفي تيجاني ويساك كامارا وأيضا يتواجد كيني وصامويل في أحداث هذا اللقاء للفرقة الباريسية. ما بين فرقة كاشي وريسول الياباني يدخل من اليسار الألوان الصفراء الكاملة يلعب في حراسة المرمى ماسيتو ساكي، يتواجد حياة صاحب الهدف الوحيد في نهائي العام الماضي. من يتواجد؟ صاحب الرقم 2 يتواجد ايكوبي برقم 4 يوكي، وايضا يتواجد تامورا وتاكومي وايضا نايتو وشول ودياشي وحياته في احداث هذا اللقاء وفي هذه القمه الكرويه. البحث الناتج والشعار الناتج الكبير من اجل الوصول عبر احداث هذه البطوله الى مبر الامان والاطمئنان في نتيجه مميزه. المتعه الكرويه التي تنتظر عبر احداث هذه البطوله، يشارك في مشاركه كبيره جدا 12 فريق من 12 دوله مختلفه، الكل يتنافس على احداث هذه البطوله، الكل يتمنى ان تكون لديه ناتج رائع، والكل يتمنى ان تكون لديه صوره متميزه. 2018 وكان العام كان البطل نادي باريس، 2019 نبحث عن بطل جديد، نبحث عن اسم جديد، نبحث عن فريق آخر ربما قد يضع نفسه على مستوى دوري البطولة الكبير، على مستوى سجلات هذه البطولة. باريس سان جيرمان في 2012 كان البطل، في لوميس البرازيل 2013 فريق أحلام سباير، في 2014 عاد فريق باريس سان جيرمان على مستوى، 2015 2016 فريق أحلام سباير، وأيضا للبرينك مدريد كانت لديه واحدة من الكلمات الرائعة من الحصول على أحداث هذه البطولة. في 2017 عاد نادي باريس سان جيرمان من البوابة الكبيرة، وعاد النادي الباريسي من بعيد مرة أخرى للحصول على لقب هذه البطولة. المعلومة التي تتحدث على مستوى مباريات الافتتاح أن من 2012 حتى 2018 في حديث هذه البطولة مباريات الافتتاح لم تنتهي بالتعادل أبدا. الحديث عن نسخة 2012 كانت النسخة الأولى بمشاركة 10 فرق، كانت في مباراة افتتاحية أكاديمية سباير أمام الجزيرة، تفوق فيها أكاديمية سباير على حساب الجزيرة بثلاثية. النسخة الثانية 2013 أكاديمية سباير أمام ليفربول الإنجليزي، وكان الانتصار لنادي ليفربول الإنجليزي بنتيجة 2-0. النسخة الثالثة باريس أمام برشلونة الإسباني في 2014، تألق وتغلب نادي برشلونة الإسباني على حساب باريس سان جيرمان برباعية مقابل 3 أهداف. والنسخة الرابعة كان أرسنال أمام فيس كوبي، تغلب النادي الإنجليزي أرسنال بثلاثية. النسخة الخامسة إنتر ميلان أمام شنغهاي الصيني، تغلب النادي الميلاني إنتر النادي الإيطالي بسباعية مقابل لا شيء. ما بين النسخة السادسة أيدهوفن أمام الرجاء المغربي على مستوى المباراة الافتتاحية في 2017، تغلب أيدهوفن على حساب الرجاء المغربي بثلاثية مقابل هدفين. النسخة السابعة ريال مدريد أمام فنربخشة التركي، وتغلب بها ريال مدريد على حساب النادي التركي بسداسية مقابل هدفان. يعني على مستوى السنوات التي مضت لم تكن هنالك أي تعادلات، يعني نمحي نتيجة 0-0، نبحث في هذه المباراة عن الأهداف وعن التهديف وعن النتيجة المميزة عرضية، لكن عدة خلصت راحت إلى ضربة مرمى لمصلحة فرقة كاشيوا عن طريق حارس المرمى ماسيتو في أحداث هذا اللقاء. الكل يبحث عبر نتيجة مميزة، مواجهات باريسية فرنسية أمام الفرق اليابانية كاشيوا
كانت لمصلحة فرقة كاشيوا. الأفضلية الكبيرة ما بين باريس وما بين كاشيوا كانت لمصلحة كاشيوا. أن انتصار 2014-2017 بنتيجة 2-1 وتعادل 1-1 ونتيجة 2-1 التي وضعت الفرقة الباريسية بالحصول على لقب هذه البطولة. تغطية ممتازة، محاولة من جديد في وسط الملعب، لكن عادت هدوء في الخط الخلفي لفرقة نادي باريس، يبحث عن الصعود نحو السلم الأمامي، نحو الوصول للخطوط الأمامية ليتل باي ليتل من أجل الوصول لكرة الجول الأول، ومن أجل إعطاء الشخصية الكبيرة والعنوان الكبير على أحداث هذا اللقاء. هذا العام أيضا أبطال البطولة الدولية على مستوى مشاركات كبيرة جدا وعلى مستوى إعطاءات متميزة جدا، كما تحدثنا باريس بثلاث مرات في 2018 على حساب كاشيوا، 2015 على حساب ساباولو بركلات الترجيح، و2012 كانت على حساب نادي يوفنتوس الإيطالي. يتواجد ريال مدريد على مستوى 2017 كان البطل على حساب إسباير، وأيضا أحلام إسباير مرتين كان البطل في 2016 على حساب مدريد، وفي 2014 أيضا على حساب مدريد. فلومينسي البرازيلي 2013 على حساب النادي الباريسي. ضربة زاوية لمصلحة كاشيوا، يبحث في هذه المباراة عن صورة إيجابية فرقة كاشيوا، يبحث عن الظهور الأول فرقة كاشيوا، المحاولة الأولى التي ربما قد ترسخ صورة الجول الأول. فرقة كاشيوا يمتلكون نقاط مميزة، يمتلكون عناصر رائعة. الكرة من جديد، ضربة زاوية، الكرة العالية، لكن حارس المرمى يتواجد رومين على أحداث هذه المباراة، حاضر على مستوى التصدي، محاولة من جديد من الناحية اليمنى لمصلحة فرقة باريس من أجل الصعود للخطوط الأمامية، البحث عن كرة الجول الأول، لعبة للناحية اليمنى، البحث عن عرضية، العرضية، لكن التغطية الدفاعية وتخلصت إلى ضربة زاوية لمصلحة نادي باريس. أحداث هذه المباراة، باريس في محاولة، كاشيوا على مستوى عودة، هجمة من هنا وهجمة من هناك، العين بالعين، السن بالسن، البادي وأظلم في أحداث هذا اللقاء، حضور جماهير رائع جدا على أحداث هذه البطولة. هذه البطولة التي تبحث عن إخراج أجيال وأجيال على مستوى عالم كرة القدم، وإخراج أسماء رائعة. هذه البطولة التي رسخت ووضعت شعار متميز على مستوى لاعبي وأبطال، هم الآن يشعرون بالشعور الكبير جدا وبالشعور الرائع جدا على مستوى اللعب على أرضية ملعب إسباير هنا من الدوحة. بطولة رائعة وتنافس رائع كان على مستوى السنوات الماضية، هذا العام بالتحديد نبحث عن الصورة الكبيرة جدا، عن التنافس الرائع. محاولة من جديد لمصلحة نادي باريس عن طريق من يتواجد، العشرين يبحث عن مرور، 14 لفرقة باريس عن طريق تيجاني، تيجاني لعبة للناحية اليمنى، محاولة لمصلحة باريس، يا سلام، عملية مرور رائعة، عرضية، الكرة وين؟ القائم الثاني بعيدة تماما، عدت بردا وسلاما على مرمى فريق كاشيوا. تتحول لربية جانبية لمصلحة كاشيوا في أحداث هذه المباراة. أيضا حديث يطول ويطول، كشفت مجلة سوكر كينج اليابانية عن ريكو وتاكومي، لاعبي اليابانيين اللي خاضوا عدة من التجارب في الأندية البرازيلية والأندية الألمانية والفرنسية، وتم بنجاح التعاقد معهم لفريق باريس سان جيرمان، أول ممثلان لبلاد الساموراي في فريق باريس سان جيرمان تحت 17 عام. هذه أحد الأحداث وهذه أحد الإعطاءات التي تقول أن كرة القدم على مستوى تطور عام بعد عام، وبالتحديد هنا في الدوحة، هنا في دولة قطر، كأس العالم، الكل في انتظار كأس العالم الكبير، الكل في انتظار مونديال 2022 الذي يمثل الصورة الرائعة جدا، وأيضا أحر التبريكات وكل التبريكات للشعب القطري حاكما وحكومة وشعبا بالحصول على الكأس الآسيوية الأولى بالنسخة الجديدة. المحاولة العرضية، لكن تغطية ممتازة جدا رائعة عن طريق من يتواجد اللاعب حياته، تغطية ممتازة من حياته، عملية مرور كانت رائعة وتمرير، البحث عن عرضية، لكن تغطية ممتازة من حياته وتتحول إلى ضربة زاوية. ضربة زاوية لمصلحة فرقة باريس سان جيرمان في أحداث هذه المباراة.
يبحث عن الوصول إلى كرة الجول الأول، يبحث على وصول للعبة الهدف الأول. اللعبة العالية العرضية الرأسية لكن عدت وتخلصت إلى ضربة مرمى عن طريق حارس المرمى ماسيتو في أحداث هذا اللقاء. فرقة كاشيوا نهائي العام الماضي قدموا أداء جميل، قدموا أداء متميز، قدموا صورة مميزة، لكن النصيب الأكبر لم يكن لفرقة كاشيوا ريسول الياباني، كان النصيب الأكبر للنادي الباريسي على ذلك النهائي. لكن فريق كاشيوا على مستوى العام الماضي حصد على أغلب الجوائز الفردية وجائزة اللعب النظيف لهذا الفريق الرائع. مدرب رائع من يتواجد مدرب فريق كاشيوا شينياماكا يقدم شيء مميز، لكن هنا محاولة لمصلحة الفرقة الباريسية في وسط الملعب. يا سلام يا سلام، لعبة للناحية اليسرى لمصلحة النادي الباريسي، عملية مرور على طريق 15 إسحاق لكن اتخلصت في كرة المرمى. إسحاق كان على مستوى محاولة مرور رائع في اللعبة الماضية لكن تغطية دفاعية، تمريرة خاطئة وتتحول لرمية جانبية لمصلحة فريق كاشيوا في أحداث هذا اللقاء. حوار يطول وقصة تطول، تبحث عن فائز أول على مستوى هذه المباراة، تبحث عن أول صاحب 3 نقاط من حسابات المجموعة الأولى، تبحث عن صورة مميزة جدا وتبحث عن أداء رائع. حديث عن إحصائية كبيرة جدا للنادي الباريسي الذي يمتلك من 2012 حتى 2018 معدل نقاط رائع جدا في 20 نقطة، أعلى معدل تهديف كان لفرقة باريس سان جيرمان هو في 2011 على 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 مستوى أو في 2012 عفوا ب 11 هدف. وأيضا حديث كان يطول ويطول إحصائية الأهداف التي حصل عليها فريق باريس سان جيرمان من 2012 حتى 2018 هي إحصائية رائعة جدا بأنه يمتلك قوة هجوم وقوة في الخط الأمامي رائعة جدا وتميز كبير جدا بامتلاك 52 هدف. يا إلهي على قوة هجومية، تبديل جيل بعد جيل لفرقة باريس والحصول والوصول على النقاط الإيجابية الكبيرة جدا. لكن فرقة كاشيوا التي بدت في أحداث هذه البطولة من عام 2014 حتى عام 2018 كانت لديه نتائج إيجابية جدا ومعدل نقاط رائع جدا ب 14 نقطة ومعدل تهديف ب 49، ولكن شباك استقبلت 41 من 2012 من 2014 حتى 2018. بين النادي الباريسي الذي يبحث عن أداء رائع، شباك استقبلت 52 وهو وضع لنفسه 50، محاولة رائعة جدا كانت في اللعبة الماضية لكن رومين حارس المرمى يتصدى بصورة ممتازة. تعود من جديد في الخط الخلفي لمصلحة فريق باريس إحداث هذه المباراة من ناحية اليسرى عن طريق جايلورد من جديد خط الخلفي، تعود هارفي لاعبي فريق باريس حتى الآن بالثبات في أرضية الملعب. عبد الله كمارا وسط الملعب لمصلحة فريق باريس، محاولة للناحية اليسرى، تغطية ممتازة عن طريق حياته، العودة كرة من جديد. فريق كاشيوا يبحث عن البناء الصحيح الخطوط الأمامية، فريق كاشيوا يبحث عن الصعود للخطوط الأمامية، يبحث عن مباغتة النادي الباريسي لأنه فريق كاشيوا يعرف خطورة الفرنسيين، يعرف خطورة باريس سان جيرمان. كرة في وسط الملعب، محاولة للناحية اليسرى لمصلحة فريق كاشيوا، تمريرات وكرات متنقلة رائعة جدا في أحداث هذه المباراة. حياته الباك اليمين يقدم أداء جميل، محاولة حياته يبحث عن المرور، تمريرة رائعة عرضية في الكرة الماضية عن طريق من يتواجد اللاعب شون وتغطية تخلصت إلى ضربة الزاوية. ضربة الزاوية تقنية الفار تحدث أيضا وتحضر على أحداث هذه البطولة بشكل كبير وبشكل مميز. عفوا رمية جانبية عن طريق من يتواجد حياته، يبحث عن زميل في الخطوط الأمامية، يبحث عن شعار مميز. حياته وراية مرفوعة، راية مرفوعة على اللاعب شون صاحب الرقم 27. 15 دقيقة لعب حتى الآن وما زالت النتيجة السلبية تخيم على أجواء اللعب
على أحداث هذا اللقاء. تعود من جديد الآن الكرة العالية. لعبة لمصلحة حتى نادي باريس. تغطية ممتازة جدا. لاعبي فريق كاشيوا حتى الآن في أرضية الملعب. التوزيع ممتاز جدا. يبحثون عن الضغط على حامل كرة القدم. باريس يبحث عن المرتدات وعن الارتداد السريع في أحداث هذه المباراة. لا يوجد داعي للأخطاء ولا يوجد أي وقت للأخطاء على أحداث هذه المباراة. باريس يبحث عن الثبات في أرضية الملعب وعن الصورة الإيجابية الرائعة في أحداث هذا اللقاء من المجموعة الأولى. رمية جانبية عن طريق من يتواجد حياته. العب الكرة عن طريق شول لكن تخلصت. تغطية ممتازة جدا عن طريق عبد الله كامارا وتتحول إلى ضربة زاوية لمصلحة كاشيوا ريسول الياباني. ضربة زاوية لمصلحة كاشيوا ريسول الياباني. يبحث عن البداية الصحيحة. يبحث عن الظهور الصحيح في أرضية الملعب. يبحث عن النتيجة التي تعطيه الصورة الإيجابية من أجل الوصول إلى 3 نقاط. أول المباريات هي معروفة إنها هي أهم المباريات لكل فريق. الحصول على حساب 3 نقاط رأسيا وتغطية ممتازة جدا عن طريق موباي. خلص يوبرت في اللعبة الماضية. خلص لضربة الزاوية في أحداث هذه المباراة. كاشي وما زال في المحاولات الكبيرة وفي الأداء الكبير من أجل الوصول لناتج مميز ومن أجل الوصول إلى صورة إيجابية رائعة جدا على أحداث البطولة. كرة عالية يا سلام على اللعبة الماضية. ضربة زاوية كانت مباغتة جدا ولعبة كانت مباغتة عن طريق دياشي حارس المرمى بأطراف الأصابع الرومين لخلصها لضربة زاوية لمصلحة كاشيوا. كاشيوا ما زال يحاول يشكل خطورة كبيرة جدا على حساب فريق باريس في أحداث هذه المباراة. الكرات العالية تشكل خطورة كبيرة جدا على دفاعات باريس. محاولة لعبة لكن تخلصت حتى السريعة. باريس سان جيرمان يبحث عن الارتداد السريع في أرضية الملعب. محاولة من جديد عن طريق من يتواجد. تجاري لكنها تعود للخط الخلفي. لعبة للناحية اليسرى عن طريق من يتواجد. كايلو عبر كرة الخط الخلفي مرة أخرى. تلاقوا اللعبات ما بين لاعبي باريس في أرضية الملعب. البحث والوصول عبر ناتج إيجابي. هذه البطولة الرائعة التي تبحث عن إخراج أسماء جميلة جدا وتبحث عن إخراج لاعبي رائعين متميزين على مستوى كرة القدم العالمية. أيضا هذه البطولة أخرجت لاعبي رائعين جدا. منير الحتادي مع برشلونة. أشرف حكيمي مع فرقة دورتموند. وأيضا كاتروني مع ميلان. وكومان مع بايرن. رابيو مع باريس. وأيضا تواجد ديمبلي مع ليون. ولوكا زيدان مع فريق ريال مدريد. هذه البطولة أخرجت أسماء رائعة. لاعبي رائعين. وما زالوا يستمرون على مستوى إخراج المواهب الكبيرة جدا والمواهب الرائعة على مستوى حسابات هذه البطولة الرائعة جدا. كرة من جديد الآن. تخلصت اللعبة. عادت لمصلحة فرقة كاشيوا. فلا ننسى أخرجت واحدة من الأسماء الرائعة جدا. كرة مع فيف الذي وضع الإخافة الكبيرة جدا على المنتخب الياباني في نهائي البطولة الآسيوية. المعز علي الهداف التاريخي من بطولة واحدة. يا الله يقدمون مستوى رائع جدا هؤلاء الشبان المنتخب القطري. المعز علي اللي الكرة اليابانية أو بالتحديد الدولة اليابانية التي وضعت لنا صورة المسلسل الشهير مسلسل الكابتن ماجد المسلسل الخيالي. لكن المعز علي طبق فرط الوقت. لله ذرك يا المعز علي. لله ذرك. وضع ناتج مميز. ألف مبروك. مبروك مرة أخرى للمنتخب القطري. الفرحة التي وضعت صورة جميلة جدا لهذا الشعب الرائع اللي يستاهل الفرحة. الفرحة التي تضع لنفسها صورة مميزة جدا. هذه واحدة من التحضيرات التي تضع العناب القطري على مستوى بطولة كوبا أمريكا الذي سيشارك فيها بإذن الله. وأيضا على مستوى مونديال
مونديال كأس العالم 2022 إن شاء الله. أسماء شابة قدمت المزيد وقدمت أداء رائع ووضعت لنفسها صورة شخصية منتخب القطري. الأهم والشيء المهم جدا أنه حصل على النسخة الجديدة لأول مرة، وضع لنفسه تاج مميز ووضع لنفسه قائمة رائعة جدا وأرسل عبارة رائعة جدا لكل العالم أن المنتخب القطري قادم على مستوى تنظيم بطولة كبيرة جدا على مستوى أكبر المحافل الكروية وعلى مستوى المشاركة في كل البطولات العالمية، هو من أجل الوصول لنتيجة إيجابية. أي نعم، هذا هو حوارنا وهذا هو شعارنا، لكن محاولة. يا سلام يا سلام على اللعبة الماضية عن طريق اللاعب سامويل، محاولة أولى، تسويبة أولى من سامويل. شوف الكرة، شوف الكرة، هفوة دفاعية في اللعبة الماضية استغل سامويل وتصويبة حارس المرمى ماسيتو ساكي كان حاضر ومتواجد. ضربة زاوية، باريس سان جيرمان على مستوى محاولة، النادي الباريسي يضع صورة هجوم رائع في أرضية الملعب، يبحث عن صورة الجول الأول. المحاولة من جديد، الكرة العالية، ولكن حارس المرمى ماسيتو ساكي حاضر في الكرة الماضية. الكرة العالية من جديد لمصلحة كاشيوا في أحداث هذه المباراة عن طريق تامورا، لكن تغطية ممتازة جدا عن طريق جايلور صاحب الرقم 3. جايلور من ناحية اليسرى يلعب الكرة من جديد إلى 14، من يتواجد تيجاني زال يحافظ على كرته، يعود للخط الخلفي حتى الآن في أرضية الملعب، الحفاظ على الكرة بشكل كبير، التخوف واضح من قبل الفريقان، يبحثان عن ثغرة يلعبا على أخطاء الآخر. الهفوة ربما قد تكون قادمة من أجل الوصول لكرة الجول الأول. عزيز المتابع ينتظر كرة الجول الأول والمتعة الكروية ما زالت قائمة. تعود من جديد عن طريق تيجاني عبر الكرة وسط الملعب عن طريق عبد الله كمارا. عبد الله يلعب لكرة على طريق من يتواجد جايلو، عرضية ممتازة وتغطية في اللعبة الماضية، تغطية من دفاعات كاشي، ولكن تعود مرة أخرى لفرقة باريس عن طريق كيني قائد الفريق، يعود مرة أخرى عن طريق تيرنو، تصويبة في اللعبة الماضية مرة أخرى. الآن محاولة عن طريق كيني لعب فريق باريس وقائد فريق باريس في هذه المباراة، نبحث عن الوصول لنتيجة مميزة، نبحث عن الوصول لنتيجة إيجابية. يا سلام يا سلام يا سلام على عملية المرور من عبد الله كمارا، يلعب لكرة عن طريق من يتواجد جايلورد وقف على كرة جايلورد، يعود مرة أخرى عن طريق تيجاني، يعود عن طريق كمارا، محاولة للخط الأمامي. يا سلام على اللعبة الماضية، لكن تواجد حارس المرمى ماسيتو ساكي في الكرة الماضية هو الأطول. اعتماد كبير في أرضية الملعب على الخطوط الأمامية بتواجد اللاعب صامويل من فرقة باريس، مدرب فريق باريس لوريت صاحب 45 عام، الذي تحدث وقال في أحداث هذه البطولة وما قبل هذه المباراة الافتتاحية، لدينا علاقة قوية جدا مع هذه البطولة، وهذه البطولة لحظة مهمة للغاية في الموسم بالنسبة للموظفين وخاصة اللاعبين. هذه البطولة تختلف تماما، وهذه البطولة لديها صلة مهمة ما بين الأجيال. كرة من جديد الآن، محاولة عن طريق جايلورد، محاولة من جديد، يعود تغطية ممتازة لمصلحة كاشي، ولعبة رائعة، واحدة اثنين في الخط الخلفي، عادت عن طريق بوكيتودا الخطوط الأمامية لفرقة كاشيوا، يبحث عن الصعود في أحداث هذه المباراة. محاولة لمصلحة كاشيوا، تعود من جديد الآن عن طريق من يتواجد هوكي، محاولة عن طريق حياته صاحب الهدف لبطولة العام الماضي وفي نهائي العام الماضي، في هذه المباراة يبحث عن التوقيع أيضا للعرضية. يا سلام على الكرة الماضية الرأسية في اللعبة الماضية من فرقة كاشيوا، رسال عرضية ممتازة جدا كانت عن طريق سوكي، لكن استكمال كان في اللعبة الماضية، لم يكن حاضر بالشكل المميز ولم تكن بالصورة الرائعة من اللاعب شون. محاولات كانت على مستوى الدقائق الماضية من فريق كاشيوا ومن فريق باريس،
وكلا الفريقان يبحثان عن صورة الجول الأول. تعود من جديد هنا 25 دقيقة لعب في أرضية الملعب وما زالت النتيجة السلبية تخيم على أجواء اللعب. محاولة عن طريق قامر يتواجد كيني قائد الفريق من ناحية اليمنى يبحث عن المرور. المهارة تغلب ربما المهارة تفوز ربما المهارة التي ستلعب دور كبير في أرضية الملعب. تعود من جديد عن طريق عبد الله كمارة يلعب عبد الله كمارة بالربط ما بين الدفاع والهجوم بشكل متميز جدا حتى الآن. نشاط اللاعب جايلورد من ناحية اليسرى من فرقة باريس في أحداث هذه المباراة. كرة من جديد من ناحية اليمنى لمصلحة باريس. محاولة عن طريق كيني العرضية العرضية لكن حارس المرمى مسيرته ما زالت التسليمة في الكرة الماضية عن طريق اللاعب جايلورد لكن تخلصت وعدت إلى ضربة مرمى لمصلحة فرقة كاشيما. باريس ما زال في المحاولات الكبيرة جدا في أرضية الملعب. باريس ما زال يبحث عن صورة الجول الأول. يهدد من هنا الرد السريع يكون من كاشيوا. أريسول حاضر على مستوى هذه المباراة المشاركة الخامسة لفرقة كاشيوا. أريسول على مستوى أحداث هذه البطولة 2014 تأهل كتالي المجموعة بأربع نقاط. 2016 أيضا تأهل كثاني المجموعة بثلاث نقاط. 2017 أيضا كثاني المجموعة بثلاث نقاط. و2018 تأهل بأربع نقاط أيضا على مستوى كثاني المجموعة لفرقة كاشيوا على أحداث هذه المباراة. في 2019 يتمنى أن يتأهل على مستوى المركز الأول. أول المباراة هي دور مهم جدا هو دور صعب تماما هو دور يضع لنفسه في أول المباريات يعطيك شخصيتك يحدد على نفسك. هذا هو مدرب الفريق من يتواجد لورنت في أحداث هذا اللقاء يعرف الصعوبة يتمنى الثلاث نقاط. انتصار في أول المباريات ربما قد يعطيك ناتج مميز على أحداث هذا اللقاء ويعطيك صورة إيجابية من أجل الدخول على المستوى المباراة الثانية بارتياح كبير. هنا حاضر أو جانب من حضور الجماهير على أحداث هذه المباراة. ضربة زاوية لمصلحة كاشي والعرضية وحارس المرمى رومين حاضر في اللعبة الماضية محاولة من جديد لمصلحة فريق باريس من الناحية اليمنى عن طريق من يتواجد قائد الفريق من يتواجد كيني يبحث عن المرور. العبلة كرة عن طريق 14 تيجاني مرة أخرى محاولة لمصلحة فريق باريس. باريس حتى الآن في أرضية الملعب يقود أغلب الهجمات بهدوء تام. صعود في أرضية الملعب بشكل مميز. تعود من جديد لمصلحة فريق باريس وسط الملعب عن طريق عبد الله. عبد الله يقدم مستوى متميز حتى الآن. عبد الله يقدم شوط رائع حتى الآن في أرضية الملعب. صاحب الرقم 4 من فرقة باريس مرة أخرى تعود الخط الخلفي عن طريق كوليبالي اتخلصت مرة أخرى. يعود هذا هو كوليبالي اللعبة الماضية عادت عن طريق حياته كاشيوا حتى الآن هادئ في الخطوط الخلفية ثابت في الخطوط الخلفية. فرقة باريس الفرقة التي لم تغيب عن حسابات هذه البطولة وعن أحداث هذه البطولة في ثمانية نسخ. حاضر فريق باريس سان جيرمان 2012 تأهل كذلك بأربع نقاط. 2013 كأول المجموعة بستة نقاط. 2014 لم يكن لديه الحظ الكبير على مستوى التأهل. 2015 تأهل كثاني المجموعة بثلاث نقاط. 2016 لم يكن لديه الحظ على مستوى التأهل في حسابات البطولة لكن 2017 تأهل كثاني المجموعة بثلاث نقاط و2018 بأول المجموعة بأربع نقاط وحصد على لقب تلك البطولة. لاعبي ريال مدريد يحضروا يتواجدوا في هذه المباراة في متابعة مباراة ثانية رائعة جدا ما بين اسبانيا وفريق الرجاء. مواجهة عربية خالصة على حسابات بطولة الكأس الدولية الثامنة. كرة تتخلص رمية جانبية لمصلحة كاشيوا. 30 دقيقة في حسابات هذه المباراة والنتيجة السلبية ما زالت قائمة. البحث والوصول على أداء رائع في أحداث هذه البطولة إعلام كبير و
صولات وجولات حدثت ما قبل هذه البطولة، والكل يتحدث والكل على مستوى المتابعة الكبيرة، لكن هنا محاولة تصويبة اتخلصت عادت من جديد الآن لمصلحة كاشيوا من الناحية اليسرى، يبحث الآن عن الظهور في أرضية الملعب، يبحث عن ناتج مميز، يبحث عن التقدم بصورة الجول الأول، يبحث عن الظهور، يبحث عن المباغتة، يريد هو صاحب، يريد أن يكون صاحب الفرصة الأولى أو بالأصح صاحب المبادرة الأولى في أحداث هذه المباراة. كرة من جديد لمصلحة كاشيوا عن طريقها من يتواجد الأربعة إيموكي، محاولة عرضية اللعبة الماضية لكن عرضية وين؟ بعيدة تماما، تتخلص لضربة مرمى عن طريق حارس المرمى رومين في أحداث هذا اللقاء. الكل يتابع والكل ينتظر صورة مميزة والكل ينتظر شعار مميز من حسابات هذه البطولة وناتج رائع للأجيال القادمة بإذن الله. هذه البطولة التي تضع نفسها على مستوى نجاح كبير وكبير جدا على مستوى إحصائيات وحسابات ولاعبين يمثلون أندية كبيرة جدا. هنا التغطية والتمريرة الخاطئة، هذه قد تسبب مشاكل كبيرة جدا وخطأ لمصلحة كاشيوا، خطأ لمصلحة كاشيوا على عبد الله، على عبد الله كمارا. كاشيوا الآن يبحث على امتلاك اللعب، يبحث عن الاستحواذ في أرضية الملعب بصورة كبيرة جدا في أحداث هذه المواجهة. أجيال قادمة بإذن الله يتواجدوا على مستوى هذا العام، قد نشاهدهم بإذن الله على مستوى الأعوام القادمة، ولما لا هنا في الدوحة أيضا قد نشاهدهم في مونديال كأس العالم 2022 بإذن الله. عبد الله كمارا يعود من جديد الآن في الخط الخلفي لمصلحة باريس، تمريرات رائعة، عبد الله من جديد الآن، عبد الله يقود الهجمة، عبد الله يبحث عن المرور لكن تغطية ممتازة جدا عن طريق إيكومي تودا قائد الفريق. كرة في الخط الخلفي عن طريق يوكي لمصلحة فريق كاشيوا، لعبة لحياته تعود مرة أخرى عن طريق سوكي تامورا مرة أخرى في الخط الخلفي. إيموكي تودا كرة في وسط الملعب لمصلحة فريق كاشيوا، حاول من جديد الآن، لعبة لمصلحة كاشيوا من ناحية اليسرى، يبحث عن الانطلاقة، يبحثون عن الوصول الآن للمرمى الباريسي، وقوف لاعبي باريس سان جيرمان على مستوى التغطية الدفاعية بالثبات، عودة على مستوى كل اللاعبين حتى يتواجد اللاعب صامويل صاحب الرقم 20 مهاجم الفريق جانب من حضور الجماهير اليابانية عاشقة فريق ملوك الشمس، هذا الفريق الذي يلقب بملوك الشمس. كاشيوا يبحث عن إشراق شمس الهدف الأول، يبحث عن الوصول في أحداث هذه المباراة لكرة الجول الأول. محاولة من جديد، تغطية ممتازة جدا، يتواجد صامويل يبحث عن المرور، ربما مهارة قد تحضر، ربما ارتداد سريع على المحاولة لمصلحة باريس عن طريق ما يتواجد تداري تصويبة في اللعبة الماضية لكن سهلة تماما آلية حارس المرمى ماسيتوسا، حارس المرمى ماسيتو حتى الآن جائزة أفضل لاعب في العام الماضي وجائزة أفضل حارس كانت من نصيب حارس مرمى فريق كاشيوا في العام الماضي ليو الذي يغيب عن بطولة هذا العام. مدرب فريق كاشيوا شياماكا الذي تحدث بشكل كبير، يعتمد على 11 لاعب، يعتمد على الكل، لا يوجد، لا يفضل هذا على هذا، يضع لنفسه ويضع ثقة كبيرة جدا باللاعبين اللي يتواجدوا في أرضية الملعب وبالأسماء التي تتواجد في أرضية الملعب التي تبحث عن تقديم مستوى مميز جدا. فرقة كاشيوا التي بدت من 2014 من حسابات هذه البطولة تمتلك نتائج رائعة جدا في هذا العام، تبحث فرقة كاشيوا ريسول عن الوصول لناتج مميز جدا وعن الوصول لأداء الرائع وعن الحصول للقب هذه البطولة، لكن هذا ربما قد يكون صعب تماما. كرة خطأ لمصلحة فريق كاشيوا الآن،
الذي يبحث عن الوصول الكرات العالية هي بالكثرة لمصلحة كاشيوا، ربما قد يكون بها الاستفادة الأولى على أحداث الشوط الأول. اللعبة من جديد العرضية، لكن تغطية القائد التصويب الارتداد السريع وتعود لضربة مرمى لمصلحة فريق باريس. أحداث هذا اللقاء في 35 دقيقة لعب حتى الآن، والنتيجة السلبية ما زالت تخيم على أجواء اللعب. صورة كبيرة جدا، حضور جماهير رائع، أعلام متميز جدا في حسابات هذه البطولة وفي حديث هذه البطولة، يضع الكل تحت المجهر ويضع الكل تحت راية التميز. نجاح هذه البطولة ونجاح هذا الشعار المتميز هو بالتكاتف والالتحام من أجل الوصول إلى راية بيضاء، إلى أداء متميز. كرة من جديد الآن لمصلحة النادي الباريسي عن طريق من يتواجد 15 إيساب، إيساب في الكرة الماضية عبد الله كمارا، لكن تخلصت سريعة عن طريق يوكي، محاولة للناحية اليمنى حياتهم، ولكنها تغطية ممتازة جدا، تغطية ممتازة جدا من يتواجد كوليبالي في الكرة الماضية. كوليبالي وعودة من الباك الأيمن حياته، الباك الأيمن الظهير الأيمن لفرقة كاشيوا. ما شاء الله تبارك الله، اجتهاد رائع من هذا اللاعب، الصعود والنزول على مستوى تايم متميز جدا في أحداث هذا اللقاء. كرة من جديد لمصلحة كاشيوا، محاولة من أجل الوصول عن طريق من يتواجد نايتو، لعبة من جديد عن طريق تامورا لفرقة كاشيوا التي تبحث عن الوصول. ربما قد يكون ارتداد سريع لمصلحة النادي الباريسي عن طريق سامويل، محاولة انطلاقة سريعة، المهارة تغلب، اي نعم تغلب، اي نعم تفوز، اي نعم ربما قد تعطي ناتج ايجابي في ارضية الملعب. عودة من جديد الان عن طريق ايساد، ايساد العب لكرة هارفي الى عبد الله، عبد الله انقل الكرة للناحية اليمنى لمصلحة فرقة باريس عن طريق تيرنو، يعود مرة أخرى عن طريق من يتواجد عبد الله، عبد الله كمارا، مرة أخرى كوليبالي، محاولة عن طريق جايلورد، محاولة من جايلورد، يعود مرة أخرى للخط الخلفي. لاعبي فريق كاشيوا يضيق المساحات على فرقة باريس في أحداث هذه المباراة، يبحثون عن الخناق في أرضية الملعب، لكن ربما قد تكون اللدغة الكبيرة حاضرة على مستوى أحداث هذه المباراة. مرور ممتاز في اللعبة الماضية، لعبة رائعة عن الخطوط الأمامية عن طريق قائد الفريق من يتواجد كيني يبحث عن المرور، أي نعم عدى، يبحث عن أرضية، يبحث عن زميل، لكن تأخر فيها، عدى فيها، يا سلام على اللعبة الماضية، لكن عدت إلى ضربة مرمى. محاولات باريس سان جيرمان في أرضية الملعب تنقصه اللمسة الأخيرة، نادي باريس تنقصه اللمسة الأخيرة، لعبة ماضية لكن اعتلت القائد. تبديل أول يحضر على أحداث الشوط الأول، خروج صاحب الرقم 15 إيساك، ونزول صاحب الرقم 19 دانيل، دانيل ينزل أرضية الملعب. أول تبديلات مدرب فريق باريس لونان في أحداث هذا اللقاء، تبديل مبكر في أحداث هذا اللقاء. كرة تعود من جديد في الخط الخلفي عن طريق ماسيتو، لعب لكرة عالية من الناحية اليسرى بشكل رائع، خطوط أمامية يبحث عنها الآن كاشيوا، لعبة في وسط الملعب عن طريق القائد، محاولة لمصلحة كاشيوا، لمسة واحد اثنين، لكن اللمسة الثالثة اللي تقول لك ماشا وين، لحد الآن ما ظهرت في أرضية الملعب، اللدغة التي تعطيك صورة إيجابية في أرضية الملعب. محاولة من جديد، مرور ممتاز، تعدي رائع، لمسة رائعة للخط الأمامي عن طريق من يتواجد الـ 14 في الكرة الماضية، اللاعب تامورا يقدم أداء متميز أيضا في الخط الأمامي. عبد الله عمل كرة من جديد، جايلورد في الخط الأمامي عن طريق من يتواجد البديل دانييل، لكن تتخلص لرمية جانبية حياته. نتيجة سلبية ما زالت تخيم على أجواء اللعب حتى الآن في 40 دقيقة لعب من أحداث الشوط الأول والحصة الأولى. نبحث عن
الزائر الأول عن صاحب أول هدف في 2019 من بطولة الكأس الدولية الثامنة في المباراة الافتتاحية. عام جميل وأعوام مضت هي كانت الأجمل وهي الأروع، لكن 2019 هذا العام صراحة على قولهم ديفرنت، مغاير تماما. كرة من جديد الآن، فرحة من هنا وكانت فرحة من هناك، فرحة قطرية في البطولة الآسيوية أيضا وضعت ابتسامة كبيرة جدا في محيى الجميع. المحاولة لمصلحة فريق باريس، اللعبة عن طريق كيني، عودة من جديد عن طريق تيرنو للعب الناحية اليمنى، عرضية البحث عن دانيال البديل. نعم هذا دانيل، هذا دانيل، دانيل يبحث عن المرور أمام حياته، أمام حياته واحد على واحد. لكن عودة مرة أخرى، عبد الله كمارة، استبسال دفاعي رائع جدا، وقف في أرضية الملعب وتدخل قوي في الكرة الماضية، وخطأ لمصلحة فريق باريس سان جيرمان، خطأ لمصلحة فريق باريس سان جيرمان لمصلحة هيوبرت لاعبي كاشيوا في إجراء الإحماء على أحداث هذا اللقاء. كل السلامة للاعب فريقي باريس هيوبرت في أحداث هذا اللقاء. تدخل في اللعبة الماضية كان من اللاعب يوكي في أحداث هذه البطولة وفي شعار هذه البطولة وفي العنوان الكبير الذي قد يعطي المباراة الافتتاحية. من سيكون صاحب أول 3 نقاط؟ من سيكون لديه الكلمة العليا على مستوى ختام المرحلة الأولى أو الجولة الأولى في المباراة الافتتاحية؟ مباراة أولى مهمة صراحة لكلا الفريقان على مستوى حسابات هذه البطولة. تعطي لنفسك أول 3 نقاط في حسابات هذه المباراة، تدخل المباراة الثانية بارتياح كبير بصورة إيجابية. هذا هو النادي الباريسي الآن يبحث عن كرة الجول الأول، محاولة عرضية، لعبة عدت الكرة الماضية، راحت من دفاعات كاشيوا، لكن ما زالت الفرصة قائمة. صامويل العرضية في اللعبة الماضية لكن تعود مرة أخرى، تخلصت وعدت إلى رمية جانبية. تغطية دفاعية متميزة جدا وتفاعل جماهيري يحضر على مستوى. شوف المحاولة الماضية، شوف العرضية، شوف تصويبة دانيال في اللعبة الماضية، لكن تواجد اللاعب حياته في المكان المتميز. تعود من جديد الآن للناحية اليمنى لمصلحة فرقة باريس وتتخلص رمية جانبية. رمية جانبية، اقتربنا من نهاية الحصة الأولى، اقتربنا من نهاية الحلقة الأولى من حسابات المباراة الافتتاحية، وما زالت النتيجة السلبية قائمة. نبحث عن الإيجاب الأول، عن العقد الأول، عن التعاقد الأول عبر الشباك في أحداث هذا اللقاء. الكرة من جديد الآن، محاولة لمصلحة كاشيوا عن طريق من يتواجد 26 لعب نايتو، العب لكرة 14 تامورا، اسماء رائعة تقدم صورة إيجابية حتى الآن في الخط الأمامي. تفاعل هجومي من اللاعب نايتو في أحداث هذه المباراة، وأيضا يتواجد تفاعل هجومي كبير جدا من الناحية اليمنى، يتواجد اللاعب صاحب الرقم 2 حياته، هذا هو يتواجد شي ياماكا. ناحية اليمنى تقدم أداء متميز جدا من فرقة كاشيوا في أحداث هذه المباراة. القوة البدنية كبيرة جدا، لكن الكثرة تغلب الشجاعة في اللعبة الماضية، وتعود مرة أخرى صبرة حكم المباراة شينار. تعطي كرة خطأ لمصلحة فريق كاشيوا في أحداث هذه المباراة. كاشيوا ريسول الياباني يبحث الآن عن صورة الهدف الأول قبل مغادرة الحصة الأولى، قبل مغادرة الشوط الأول الذي يعطي دفعة معنوية كبيرة جدا من أجل النزول للشوط الثاني بشكل إيجابي على أحداث هذه المباراة. تعود من جديد الآن لضرب الزاوية لمصلحة فرقة كاشيوا ريسول في أحداث هذا اللقاء، يبحث بها عن عرضية، يبحث عن راسية، لكن عودة موفقة جدا من المهاجم صامويل. شوف المهاجم صامويل لاعبي فريق باريس وقت هجمة كاشيوا، الكل يعود للخط الخلفي، الكل يتراجع للخط الخلفي، هو صامويل صاحب رقم 20 مهاجم الفريق، خلص اللعبة الماضية.
تعود في الخط الخلفي لمصلحة كاشي على طريق من يتواجد. لعب حياة تاناكا مرة أخرى قائد الفريق إيبوكي. عودة مرة أخرى لإيبوكي لمصلحة فرقة كاشيوا. تاناكا بلمسة تعود مرة أخرى على طريق تامورا. مرور ممتاز. يا سلام يا سلام على صاحب الرقم 14 تامورا يقدم أداء رائع، لكن هنا محاولة الخط الأمامي. عودة مرة أخرى على طريق قائد الفريق في اللعبة الماضية، ومعها صفرة حكم المباراة. من تتواجد شينارد تري أحداث الحصة الأولى. صفر باريس صفر كاشي. إذن بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله مساء أحبة الرياضيين متابعي قنوات الكاس. عودة من جديد عبر أحداث الشوط الثاني في المباراة الافتتاحية من بطولة الكاس الدولية الثامنة في لقاء يجمع باريس سان جيرمان أمام كاشيوا ريسول الياباني. شوط أول انتهى بنتيجة سلبية، كانت هنالك محاولات من هنا ومحاولات من هناك من أجل الوصول عبر كرة الجول الأول، لكن الحظ السعيد لم يبتسم لواحد من الفريقان. شوط ثاني نتأمل ونأمل أن تكون هنالك أهداف وأن يكون هنالك أداء رائع وأن تكون هنالك نتيجة تغير مجريات أحداث هذه المباراة وأن يكون هنالك استمتاع كبير. وعلى قولهم الكرة أقوال، الكرة أقوال، ونتمنى كمعلق رياضي نتمنى أن نشاهد الأقوال تأتي بغزارة وبغزارة وبغزارة، كما تحدثنا عن معلومات كبيرة جدا تحدثنا عنها أن افتتاحية البطولة من 2012 من بداية هذه البطولة حتى 2018 لم تنتهي المباراة بأي تعادل. ربما قد يكون في هذه المباراة تعادل عادل ما بين الفريقان. شوط أول الفريقان قدموا مستوى متميز. شوط أول الفريقان قدموا نتيجة هي سلبية 0-0، لكن أداء في أرضية الملعب كان مرتفع قليلا وكان متميز لكل الفريقان. شوط ثاني نأمل أن تكون هنالك نتيجة إيجابية، وشوط ثاني نأمل أن تعكس الصورة تماما على حسابات هذه المباراة من المجموعة الأولى. الوصول لأول ثلاث نقاط ربما قد تكون صعبة تماما على أحداث هذا اللقاء في أرضية ملعب إسباير بطولة الكأس الدولية الثامنة. الاعتماد على نفس اللاعبين من فرقة كاشيوا ريسول في أحداث هذه المباراة، لا يوجد أي تبديل من المدرب شين ياماناكا، وأيضا يتواجد في حراسة المرمى ماسيتو ساساكي من فرقة كاشيوا ريسول الياباني. الفريق ليدخل بالألوان الصفراء الكاملة. أيضا يتواجد حياته، وأيضا إيبوكي ويوكي، وأيضا تامورا صاحب الرقم 14 اللي قدم شوط أول صراحة جميل جدا، وأيضا يتواجد اللاعب نايتو ودياشي وحياته، وأيضا تاكوما في أحداث هذا اللقاء. كرة من جديد تخلصت، ما زالت المحاولة لفرقة كاشيوا وتغطية دفاعية. نادي باريس سان جيرمان من اليسار بقيادة المدرب لورانت اللي أجرى تبديل على مستوى مجريات الشوط الأول بالدفع باللاعب دانييل اللي يبحث به عن تغيير النتيجة. يلعب في حراسة المرمى باريس سان جيرمان رومين، يتواجد تورينو جالويرت، وأيضا عبد الله كامارا، هيوبرت، وأيضا كوليبالي، هارفي، تيجاني، إيساك، وأيضا كيني وسامويل. هكذا هي تشكيلة فريق باريس، وأيضا كان على مستوى الخروج تيجاني ودخول والدفع بالورقة المميزة هو اللاعب دانييل صاحب الرقم 19. كرة من جديد الآن محاولة عن طريق تيجاني، محاولة لمصلحة النادي الباريسي الذي يبحث بها عن الوصول في أحداث هذه المباراة وفي هذه القمة الكروية. وبالناتج الرائع ما بين الفريقان، الصورة المتميزة التي ستعكس الحدث الرياضي الكبير جدا عبر مستوى هذه البطولة، البطولة التي أخرجت أجيال وأجيال قدموا مستويات مميزة جدا، إن كانت عبر الكرة القطرية وإن كانت عبر الكرة العالمية. هي بطولة ترتبط علاقة حميمة، علاقة وطيدة ما بين صلة الرحم ما بين الأجيال القادمة، التي تعطي متسع كبير جدا على مستوى أحداث هذه البطولة.
الكل يتمنى أن يكون لاعب موهوب، الكل يتمنى أن يرى نفسه على مستوى المستقبل القريب بإذن الله يمثل أحد الأندية الكبيرة، يمثل أحد الفرق التي ترى شعار متميز. لكن هنا محاولة لمصلحة باريس الناحية اليسرى من أجل المرور، تمرير رائع، التصويبة، لكن المرور بمهارة مرة أخرى عن طريق دانيل يبحث عن العرضية. وين العرضية؟ تحولت إلى ضربة زاوية بتغطية متميزة جدا في الكرة الماضية. باريس سان جيرمان يبدأ الشوط الأول على مستوى أول الركلات الركنية، أول كورنر يبحث بها عن الوصول لصورة الهدف الأول في حصة الشوط الثاني وفي سيناريو الشوط الثاني الكبير التي نتمنى بهم أن يعكس أداء ونتيجة وأن يتغير تماما على أحداث هذا اللقاء. الكرة تتحول إلى ضربة زاوية لمصلحة فرقة باريس، الكرة العالية لكن تعدت، راحت وين؟ هذا تقول حكمة المباراة، تواجد على مستوى أحداث هذه المباراة شينارد حكم في هذه المباراة، حكم ساحة مساعد أول، سبيت مساعد ثاني، يوتيرو الحكم الرابع والحكم الرابعة بورغاس في أحداث هذه المباراة. تحضر أيضا وتتواجد تقنية الفار في أحداث هذه البطولة. كرة من جديد الآن لضرب الزاوية لمصلحة النادي الباريسي، اللعبة العالية لكن تخلصت من جديد الآن، الرأسية، تغطية دفاعية لفرقة كاشيوا، محاولة من جديد لمصلحة فريق باريس سان جيرمان. كاشيوا لديه سجل متميز جدا على حساب باريس سان جيرمان، رغم باريس سان جيرمان لديه غلبة على مستوى مباراة واحدة، لكن هي كانت مباراة واحدة، كانت سيمي فاينل الكبير على مستوى العام الماضي، وكانت ضربة موجعة لفرقة كاشيوا على مستوى الخسارة، كان بتألق كوليبالي على مستوى العام الماضي. الكرة من جديد الآن ملعوبة عن طريق عبد الله، تمريرة خاطئة من عبد الله، تمريرة خاطئة. لاعبي فريق باريس سان جيرمان يكتسب الكرة في أرضية الملعب بشكل متميز، لكن تنقصهم اللمسة الأخيرة على مستوى الوصول للخطوط الأمامية وعلى مستوى الوصول للناتج الأمامي. كاشيوا في أرضية الملعب وضع لنفسه صورة متميزة، يلعب بهدوء تام في أرضية الملعب. فرقة كاشيوا ريسال الياباني تريد أن تصنع شيء مميز للخطوط الأمامية. تواجد صاحب الرقم 14 اللاعب تامورا اللي قدم شوط أول متميز جدا، وأيضا تواجد اللاعب عبد الله كمارا من فرقة باريس. يا سلام يا سلام على المرور في اللعبة الماضية، محاولة الآن اليابانيين يبحثون عن الوصول، الساموراي الياباني، الكمبيوتر الياباني يبحث أن يخترق معلومات نادي باريس الفرنسي في أحداث هذا اللقاء. كرة من جديد ملعوبة، سامويل من جديد يعود في وسط الملعب، عبد الله يلعب لكرة للناحية اليمنى عن طريق تورينو، محاولة كيني من جديد للناحية اليمنى، تعود مرة أخرى لفرقة باريس سان جيرمان. تغيير على مستوى اللعب بالعرض، عبد الله لمسة خاطئة مرة أخرى، عبد الله كمارا لمسة خاطئة ثانية وتمريرة خاطئة ثانية من عبد الله كمارا. لاعبي باريس سان جيرمان في الشوط الثاني، شوط المدربين، ولاعبي فريق كاشيوا يبحثون في أحداث الشوط الثاني عن التركيز الكبير من أجل الوصول لأول ثلاث نقاط. تعادل ربما قد تكون على مستوى ناتج صعب تماما على حسابات وأحداث هذه البطولة. شوف اللعبة الماضية، لكن التغطية كانت ممتازة من دفاعات باريس الكرة الماضية. واحدة من اللعبات وواحدة من التمريرات التي قد تحسم هذه المباراة، هذه مباراة على قولهم مباراة الجول الواحد، مباراة الهدف الواحد على مستوى حسابات هذا اللقاء. كرة من جديد ملعوبة لمصلحة كاشيوا الناحية اليسرى، أكاديمية باريس سان جيرمان، تدريباتها هذه الأكاديمية في ملعب كام ديلوج، بينما يعتبر أستاذ جورج لوفير الملعب الرئيسي للأكاديمية.
أكاديمية باريس سان جيرمان التي تأسست في عام 1974. هذه الأكاديمية الفرنسية التي تبحث عن إخراج أجيال وأجيال وشكل مميز ما بين كاشي وريسول الياباني، فريق اللي شاف نفسه ووضع نفسه على مستوى 1940. ملعب هايتشي كاشيوا، أكبر إنجازات هذه الأكاديمية هو الوصول لنهائي عام 2018 والاستحواذ على أغلب جوائز ذلك العام. كرة للناحية اليسرى لمصلحة لاعبي وفرقة باريس عن طريق هيوبرت وسط الملعب، عن طريق من يتواجد الأربعة عبد الله كمارة، لكن تغطية وتتخلص إلى رمية جانبية. هذا هو البديل دانييل، يبحث عن تغيير النتيجة وجالب من الحضور الياباني الساموراي، وأيضا هنا جانب من الحضور الفرنسي على مستوى هذه الليلة الكبيرة، حضور جماهير رائع جدا على مستوى أرضية الملعب وصورة رائعة تنقل الحدث هنا من قنوات الكأس دائما وأبدا معكم في أكبر المحافل الكروية. لعبة لمصلحة كاشيوا، لكن تغطية ممتازة جدا، عودة موفقة. لاعبي فريق باريس سان جيرمان يلعبوا على عملية البرس العالي في أحداث الشوط الثاني. كيني يبحث عن المرور، يبحث عن المرور، نعم عدى، نعم مر، محاولة من جديد عن طريق من يتواجد، تجاري، تياني، عودة مرة أخرى لمصلحة على طريق هارفي. يا سلام يا سلام، الله على الكرة الماضية، لكن راية مرفوعة، شوف التصويب، شوف عملية التصويب، يا سلام يا سلام لكل فعل، ردة فعل رائعة جدا من ماسيتو ساساكي حارس المرمى الياباني، تصويبة رائعة كانت عن طريق هارفي. هذا تهديد أول، هذه فرصة أولى على قولهم، أول الغيث كترة، أول الغيث كترة للنادي الباريسي. محاولة من جديد، لكن معروفة في كرة القدم، لو ما تجيب يجيبوا عليك. محاولة لمصلحة كاشيوا، الكثرة تغلب الشجاعة، لكن المهارة هي اللي تغلب الشجاعة. الكرة من جديد لمصلحة كاشيوا، يبحث عن المرور، يبحث عن زميل، يتركها لرمية جانبية وتتخلص لرمية جانبية، أي نعم، لمصلحة فريق كاشيوا ريسول الياباني. لعبة من جديد على طريق من يتواجد الخمسة وعشرين، تاكومو لعب لكرة في خط الخلفي، حياته تاناكا إلى حياته صاحب الرقم اثنين، تواجد حياته تاناكا في أحداث هذه المباراة، أيضا يتواجد حياته في جوموتا الباك اليمين من فرقة كاشيوا ريسول. شوط ثاني، نأمل أن تكون هنالك نتيجة مميزة. على مستوى حسابات اللعب، لكن كرة من جديد الآن، محاولة عن طريق من يتواجد سامويل من جديد، تعود مرة أخرى عن طريق 14 من يتواجد تيجاني، العب لكرة في الخط الخلفي عبد الله كامارا، الحفاظ على اللعب حتى الآن للفرقة الباريسية. كرة للناحية اليمنى، لكن صافرت حكمة المباراة من تتواجد في أحداث هذه المباراة. شينارد تعطي خطأ لمصلحة فريق كاشيوا. هذه واحدة من التصويبات، واحدة من محاولات فريق باريس. هذه هي شينارد، حكم التي تقود هذه المباراة حتى الآن بشكل مميز وبأداء رائع على أحداث هذا اللقاء. كرة من جديد لفرقة كاشيوا في الخط الخلفي عن طريق من يتواجد 17 حياته صاحب الرقم اثنين أو حياته، لكن عبد الله، تغطية ممتازة جدا من عبد الله، يلعب لكرة العشرة هارفي، لكن تمريرة خاطئة، وقوف صحيح حتى الآن من لاعبي كاشيوا أرضية الملعب. وهو سلامات، كل السلامة للاعب فريق باريس، لاعب فريق كاشيوا، تدخل قوي في اللعبة الماضية، تمنى السلامة
لاعب كاشيوا لاعب باريس بطولة الكأس الدولية التي كما تحدثنا عنها في الشوط الأول لتخرج أجيال وأجيال رائعة جدا بين الأحلام في الفترة القادمة ويصفو الدهر أياما فأنسى بأن من عناء العمر ذقت تعاقب وقتنا فرحا وحزنا فليس يدوم في الحالين وقته. هذه هي سنة المجد، هذه هي سنة الفرحة، وهذه هي سنة كتابة قطر بأحرف من ذهب، وكانت خير بداية لهذه الفرحة الحصول على الكأس الآسيوي. كلين شيت نظيف، حصول على الجوائز الفردية، وأيضا الحصول الأول على النسخة الآسيوية الجديدة، وكما تحدثنا مشاركة قادمة في كوبا أمريكا. الأدعم على قولهم رس الفيروسات في الكمبيوتر الياباني بابتعاد عفيف المخيف والمعز علي الهداف التاريخي للبطولة الآسيوية من بطولة واحدة، تغلب على الأسطورة الإيرانية علي دائي. المعز علي أسماء شابة قدمت المزيد والمزيد. كرة من جديد، محاولة في الخط الخلفي لمصلحة كاشيوا، راحت مرة أخرى لفرقة باريس لأحداث هذه المباراة. تعود عن طريق من يتواجد هارفي، يبحثون عن الوصول لكرة الجول الأول. الفرقة الباريسية تتمنى الوصول لكرة الجول الأول. كاشيوا يبحث على مستوى هذه الدقائق باستبثال دفاعي كبير جدا، يبحث عن الارتداد، لكن تمريرة رائعة في اللعبة الماضية. الفكرة كانت صحيحة في اللعبة الماضية لكن طالت وتحولت إلى رمية جانبية. هذا هو من يتواجد البديل دانييل. مباراة ثانية جمع فرقة الرجاء أمام إسباير، أداء عربي خالص ونكهة عربية في أحداث البطولة الدولية هنا في أرضية ألعاب إسباير. حضور جماهيري مميز في هذه الأمسية الرائعة. حتى الآن هذه الجماهير تستمتع على مستوى اليوم الكروي الكبير والإبداع الكروي الكبير. واحدة من اللقطات الرائعة والمرور الرائع والمهارات التي تظهر عبد الله كمارة. كل السلامة، كل السلامة لعبد الله كمارة، تمنى له الشفاء العاجل بإذن الله. حصول ووصول على ناتج مميز وصورة إيجابية تعكس أداء ولعب عبر أحداث هذه البطولة. التمنيات دائما ما تكون بالتوفيق لواحدة من الاثنان. التمنيات دائما ما تضع شعار التميز هو شعار خالص من أجل الوصول على إبداع كبير جدا في عالم كرة القدم. شبان تحت 17 عام يواجهون على مستوى إعلام كبير وعلى مستوى اهتمام كبير في أحداث هذه البطولة، وعلى أحداث هذه البطولة الاهتمام الكبير يزرع الأداء المتميز، يزرع الصورة الإيجابية، يزرع الحماس الإيجابي، يزرع التميز والناتج أن أكون لاعب كرة قدم مستقبلي ومتميز في أحد الأندية العالمية بإذن الله. هذا حلم كل شاب يتواجد في أرضية الملعب، وهذا حلم كل شاب يتمنى أن يكون حاضر على أحداث هذه البطولة. إن كانت هنالك واحدة من المساعدات الكبيرة جدا هو أن يكون الاجتهاد الشخصي حاضر. دائما هنالك يكون الاجتهاد الكبير يأتي بالنصيب، والنصيب يكون من العمل، والعمل دائما يكون بالتوكل على الحي القيوم الذي لا يموت. تعود من جديد الآن للناحية اليسرى لمصلحة فريق باريس سان جيرمان. لكل مجتهد النصيب، والنصيب الأكبر أن تجد نفسك ذات يوم في المكان الذي تريد. المحاولة من جديد، اللعبة لمصلحة نادي باريس، عرضية لعبة هارفي، يعود هارفي، يعود الرقم 10 يبحث عن المرور من جديد. عرضية لعبة ممتازة راسية لكن تخلصت، عادت مرة أخرى هارفي ووقوف متميز جدا. كل السلامة اللاعب كاشيوا، لكن ما زالت اللعبة عن طريق الباك اليمين من يتواجد تيريونا. من جديد عودة عن طريق الـ14 تياني
تلقاني أقصر اللاعبين فرضية الملعب، لكن يقول لك احذر من المقتربون في الأرض. لعبة لمصلحة باريس عن طريق قائد الفريق، عرضية لكن اتخلصت، عادت من جديد عن طريق هارفي، تعود للخط الخلفي. فرقة باريس على مستوى بناء الهجمات في أرضية الملعب، كرة في وسط الملعب، تعود إلى هارفي رقم 10 يبحث عن الصعود. تيرنو صاحب الرقم 2 هارفي، مرة أخرى عودة عن طريق من يتواجد، هيوبرت هارفي الناحية اليمنى، قائد الفريق كيني يبحث عن المرور. إيه نعم، القوة في اللعبة الماضية ولكن التغطية الدفاعية المتميزة الحاضرة كانت من صاحب الرقم 25 اللاعب تاكومو. تاكومو على مستوى التغطية في اللعبة الماضية، الكمبيوتر الياباني، الساموراي الياباني يبحث عن الظهور في أرضية الملعب. البي اس جي يبحث أيضا عن الظهور الكبير في أرضية الملعب في أحداث هذه البطولة وفي عنوان هذه البطولة الكبيرة. حديث عن 80 هدف لفرقة باريس سان جيرمان من 2012 حتى 2018، لكن الحديث عن 49 جول لفرقة كاشيوا ريزال الياباني من 2014 حتى 2018. فريق كاشيوا ريزال أيضا استقبل في مرمى من 2014 حتى 2018 41 هدف، كان لديه 14 انتصار على مستوى البطولات الماضية. لكن النادي الباريسي كان لديه 19 انتصار. شباك باريس سان جيرمان استقبلت 52 هدف على مستوى أحداث هذه البطولة من 2012 حتى 2018. في هذه البطولة 2019 نتمنى أن تكون جميلة، وكما نرى الآن في محيي الجميع هي جميلة، ابتسامة تظهر في محيي الجميع على أرضية الملعب، إن كان من الجمهور الذي يحضر على جنبات أرضية الملعب وإن كان من المنصة الشرفية التي تتواجد على مستوى هذه الأمسية، وإن كانت منك أنت عزيز المتابع التي تتابعني وتسمعني في هذه الأثناء. الابتسامة التي تظهر في محياك أن تكون لديك واحدة من اللمسات الرائعة والشعور الجميل في عالم الرياضة. الكرة العرضية، اللعبة في اللعبة الماضية، لكن ماسيتو ساساكي حارس المرمى كان حاضر ومتواجد على مستوى أحداث اللعبة الماضية. هدوء يسبق العاصفة في أرضية الملعب حتى الآن في حسابات هذه المباراة وفي النتيجة التي تعطي الظهور المميز. نتمنى أن تكون حاضرة ونتمنى أن تكون متواجدة. كرة الجول الأول اللي نبحث عنها، أي نعم نبحث عنها، كرات متناقلة في أرضية الملعب، تعود من جديد لقائد الفريق عن طريق من يتواجد، إيبوكي تودا خلص من يتواجد، رونو في اللعبة الماضية، تعود عن طريق تاكوما، تاكومو في اللعبة الماضية عفوا تاكومو، الأسماء اليابانية هي حاضرة نعم بشكل متميز، الأسماء الكورية والصينية ربما قد تضع صعوبة كبيرة جدا، لكن على قولهم ميسرة ميسرة، مسهلة مسهلة. أي كرة من جديد ملعوبة لمصلحة فرقة كاشيوا، تخلصت، هارفي يبحث عن المرور عن الصعود للخط الأمامي، تعود عن طريق من يتواجد، جايلورد من الناحية اليسرى، جايلورد يبحث عن الصعود للخط الأمامي، عادت من جديد الآن عن طريق من يتواجد الخط الخلفي، هيوبرت تغطية ممتازة جدا، 27 شون، لعبة ممتازة للناحية اليسرى للفرقة الباريسية في أرضية الملعب، البحث عن عرضية، المرور، أي نعم المرور لكن حياته، عادت مرة أخرى عبد الله، عبد الله العرضية من عبد الله، لكن تواجد موفق جدا في الدفاعات في اللعبة الماضية من حياته تاناكا، خلصها وتحولت إلى رمية جانبية. تبديل ثاني في حسابات المدرب لورانت صاحب الرقم 12 لأرضية الملعب، إدواردو بديلا عن صاحب الرقم 20 سامويل، خروج المهاجم
خروج المهاجم صامل في احداث هذه المباراه. الدفع بإدواردو يريد تغيير النتيجة، مدرب الفريق لورينت في أحداث هذه المباراة يدفع بأسماء ربما تضع النشاط الكبير في أرضية الملعب أو في الخطوط الأمامية. مدرب فريق باريس سان جيرمان ومدرب فريق كاشيوا شين ياماناكا يعرفوا صعوبة المباراة الأولى، أو ربما هما يعرفا بعضهما تماما على أحداث هذه البطولة، لأنه كانت لديهم مواجهات سابقة وهذه المواجهة الرابعة ما بين الفريقين. كل السلامة للاعب فريق باريس، ساقط في أرضية الملعب. مواجهة أولى ما بين كاشي وريسول أمام فريق باريس سان جيرمان، وضعت كاشيوا على مستوى الانتصار على حساب باريس بنتيجة 2-1 في 2014. مواجهة كانت في 2017 كاشيوا أمام باريس سان جيرمان، وضعت لنفسه أيضا انتصار لفرقة كاشيوا على حساب باريس سان جيرمان بنتيجة 2-1 أيضا. 2018 العام الماضي تواجهوا مرتان، كانوا في نفس المجموعة أيضا، مواجهة أولى انتهت ب1-1 وكان تعادل إيجابي، لكن مواجهة ثانية أو مواجهة رابعة كانت عفوا على مستوى المباراة النهائية في العام الماضي وضعت نجاح كبير لفرقة باريس سان جيرمان على حساب كاشيوا ريسول الياباني بنتيجة 2-1 كان على توقيعها كوليبالي الذي يغيب عن أحداث هذه البطولة. صاحب الجول الوحيد 2-1 هو حاضر صاحب الجول الوحيد اللاعب حياته صاحب الرقم 2 من فرقة كاشيوا ريسول الياباني في أحداث هذه المباراة يبحث أن يوقع عن صورة هدف في أحداث هذا اللقاء. كل السلامة لعبد الله كمارا يعود مشافة معافى لأرضية الملعب من أجل استكمال ما تبقى من الحصة الثانية والمتعة الكروية الثانية التي تنتظرها صورة الهدف الوحيد وصورة الجول الوحيد. على قولهم تمر رياحنا وسفننا بما لا تشتهي، لكن نحن الرياح ونحن البحر ونحن السفن، من يردد تلك العبارة ومن يقول أنا لها على أحداث هذه المباراة الكبيرة في القصة وفي اللوحة وفي العرس الكروي وفي المحفل الكروي الكبير جدا من بطولة هذا العام. نأمل ونتأمل أن تكون هذه البطولة ربما قد تكون مغايرة عن السبع أعوام التي مضت، البطولة الثامنة اجتهاد ونشاط وحماس من قبل الفرق المشاركة لهذا العام التي تبحث عن صناعة نفسها بنفسها وتبحث أن تتوج وأن تضع اسمها ما بين أسطار الألقاب. 2019 من سيكون البطل؟ هذا سؤال وضع نفسه 9 خطوط حمر، وضع نفسه 10 خطوط حمر، وضع نفسه كما تعتبر بالخطوط الحمر. الإجابة ستكون بإذن الله على مستوى 15 فبراير من سيصل عبر النهائي الكبير. خلينا اليوم على المباراة الافتتاحية الخطوة الأولى ستيب باي ستيب نحو الوصول للخطوط الأمامية. الوعد 2022 هنا في الدوحة هنا في قطر على مستوى كأس العالم الكبير، والنظرة التي ربما قد تكون نظرة العالم والعين المجردة ستكون هنا في هذا البلد الرائع وفي هذه العاصمة الجميلة. 2022 الكل سيكون في الموعد، وأنا كمنتصر إسماعيل تواجد اليوم مع قناة الكاس عبر أحداث هذه البطولة الكاس الدولية، لما لا نأمل أن نكون متواجدين عبر مونديال 2022؟ الكل يحلم والكل يتمنى، لكن يقول لك الأمانة في رجاء الله ما تخيب. إيه والله ما تخيب. اتحولت من جديد الآن لمصلحة كاشيوا، لعبة لمصلحة كاشيوا، لمسة عن طريق من يتواجد الـ 14، اتخلصت في اللعبة الماضية، الآن محاولة كاشيوا، الآن دور كاشيوا على مستوى الهجوم، على مستوى المتعة الكروية، على مستوى الضرب الخط الأمامي، لكن لعبة ممتازة. دانييل يبحث عن الهروب، هو يهرب من الرقابة، يهرب من حياته الباك اليمين، هنا دانييل يبحث عن المرور، يبحث عن المرور، هنا تمرير، اللمسة الأخيرة ربما قد تكون حاضرة، لكن اتخلصت وعدت أو ما زالت فرضية الملعب. راية مرفوعة، راية مرفوعة من المساعد الأول نسبت
حتى الآن. حكمات هذا اللقاء يقودنا هذا اللقاء بشكل متميز وبشكل رائع، يضعون صورة وبصمة رائعة على أحداث هذا اللقاء. تكافؤ على مستوى اللعب، تكافؤ على مستوى الأداء ما بين باريس سان جيرمان وكاشيوا. 50-50، ما فيش حد أحسن من حد في أرضية الملعب حتى الآن. تعادل سلبي على أحداث هذه المباراة. كرة من جديد تعود لمصلحة فريق كاشيوا للناحية اليمنى، يبحث بها عن الظهور في هذا اللقاء. عدد عن طريق من يتواجد، حياة تاناكا لعب لكرة عن طريق يبوكي، لعب للناحية اليمنى عن طريق حياته لتأمل عليه مدرب الفريق بشكل كبير، تأمل بها أن يصل بناتج إيجابي ورائع جدا على أحداث هذه المباراة. تدخل قوي في اللعبة الماضية وخطأ للاعب المميز والرائع جدا ليعزف لحن وموسيقى في أرضية الملعب صاحب الرقم 14. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على صاحب الرقم 14 تامورا، يقدم أداء متميز جدا في أرضية الملعب حتى الآن. أحداث هذه البطولة، هذه البطولة التي شهدت معدل تهديف كبير جدا، لكن بعد هذه اللعبة، بعد هذا الخطأ، كاشيوا ريسول الآن يستقي نفسه من أجل الوصول عبر الجول الأول، من أجل الوصول عبر اللعبة الأولى. عرضية عدت عدت عدت، راحت لضربة مرمى. أكبر نتيجة حدثت على أحداث هذه البطولة هي نتيجة 13 مقابل لا شيء لفرقة باريس سان جيرمان على حساب شنغهاي الصيني كانت في 2016. هذه أكبر نتيجة حصلت على أحداث هذه البطولة، لكن ربما قد يكون أول تعادل على مستوى حسابات هذه البطولة، أول تعادل في المباراة الافتتاحية من 7 أعوام مضت. العام 8 ربما قد يكون أول تعادل، لكن ما زال الوقت، ما زلنا نلعب على مستوى 77 دقيقة في أرضية الملعب. نبحث عن صاحب الجول الأول ونبحث عن صاحب الصدى الكبير في أحداث هذا اللقاء. كرة من جديد لمصلحة فرقة كاشيوا في أحداث هذه المباراة. لمسة للناحية اليسرى، المرور بمهارة، التمرير الرائع، البحث عن عرضية ممتازة جدا، لكن تخلصت وراحت من جديد عن طريق كيني. من ينشر السحر؟ من ينشر الإمتاع؟ من ينشر العطر؟ من ينشر العنبر على أرضية الملعب على أحداث هذه البطولة؟ من يضع لنفسه الصورة الكبيرة؟ من يضع لنفسه راية التقدم إن كانت على جائزة أفضل لاعب على أحداث هذه المباراة؟ ربما قد يكون هنالك حوار كبير على وجهة نظر شخصية في أرضية الملعب. عبد الله كمارا يقدم أداء رائع، وأيضا تواجد صاحب الرقم 14 اللاعب ساهوكي تامورا ليقدم أداء متميز صراحة، يضع لنفسه صورة متميزة في أرضية الملعب. نتيجة اللقاء حتى الآن ما زالت قائمة سلبية، 0 النادي الباريسي، 0 كاشيوا ريسول الياباني. البي اس جي يبحث عن النهوض، كاشيوا يبحث عن نفس الكلام. محاولة من جديد تعود لمصلحة كاشيوا عن طريق من يتواجد صاحب الرقم 4 إيبوكي، يلعب لكرة للخط الأمامي، لكن هنا محاولة عن طريق تامورم، لمسة للخط الأمامي من تامورم وتعود لدفاعات باريس. صحوة ممتازة جدا، استيقاظ متميز جدا من دفاعات باريس. الآن دور كاشيوا، الآن نهوض كاشيوا، الآن حركة كاشيوا في أرضية الملعب من أجل الظهور على أحداث هذا اللقاء على دور الهجوم الكبير. سلامات لاعب نادي باريس سان جيرمان ساقط في أرضية الملعب، كل السلامة للاعب فرقة باريس. حتى الآن
صورة اللقاء لم تعكس إلا على مستوى النتيجة السلبية 0-0. نبحث عن وصول واحدة من الفريقين لنتيجة إيجابية. بعض من اللقطات اللي كانت حاضرة على أحداث هذا اللقاء، قائد الفريق كيني يبحث عن الظهور، شينارد حكمة اللقاء التي تقود حتى الآن هذه المباراة بشكل متميز صراحة. تضع لنفسها صورة جميلة جدا، تفوق الكبير للفرقة الباريسية على مستوى 3 مرات الحصول على لقب هذه البطولة، هو كأكثر فريق يحصل على هذه البطولة، يبحث عن البطولة الرابعة. ربما هذا قد يكون صعب تماما، ربما لأنه هذا العام مشاهد جاهزية كبيرة جدا من كل الفرق على مستوى أحداث هذا اللقاء. تبديل الآن، تبديل ابتراري، نزول صاحب الرقم 7 كورينتون، ثالث تبديلات البي اس جي. كورينتون لأرضية الملعب من فرقة البي اس جي، كل السلامة لاعب فريق باريس سان جيرمان. تعود لكرة خطأ إلى لمصلحة باريس سان جيرمان، في أو عفوا لمصلحة كاشيوا ريسول. خطأ ربما قد يكون في مكان خطير جدا على مستوى المتابعة وعلى مستوى النظر للخط الأمامي. حارس المرمى رومين بحائط بشري هي على مستوى أحداث هذا اللقاء، 1 2 3 4 5 لاعبين على مستوى الحائط البشري، لكن تصويبة صدمت في الحائط البشري في اللعبة الماضية، وتعود مرة أخرى لرمية جانبية، تعود لرمية جانبية لمصلحة فريق باريس في أحداث هذا اللقاء. 0-0 في القمة الافتتاحية، في المباراة الافتتاحية الكبيرة جدا، في الصورة الافتتاحية التي تضع لنفسها وتعكس لنفسها حتى الآن ما بين كاشيو وريسول، يقدم مباراة رائعة هي ينقصها هدف. هذه مباراة الهدف الواحد اللي يسجل يفوز، هذه المباراة اللي يسجل يفوز، اللي يضع لنفسه كرة الجول الأول، يعطي لنفسه على طول 3 نقاط، لأنه الفريقان يلعبا على الثبات رائع جدا في أرضية الملعب وبتنظيم متميز حتى الآن في أرضية الملعب. 50-50 في أحداث هذه المباراة من قبل الفريقان، كلا الفريقان لا يريد الخسارة الأولى، يبحثان عن الثبات وعن الوقوف لأول 3 نقاط، لكن هنا محاولة، يا سلام يا سلام، عملية المرور، التصويبة، الله 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 على اللعبة الماضية عن طريق اللاعب شون، مرور بمهارة، شوف 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 المرور في اللعبة الماضية، عدى من الأول والثاني، راح من الثالث، التصويبة، لكن استفسار دفاعي وحضور من هيوبرت في اللعبة الماضية وتتحول إلى ضربة الزاوية. محاولة كاشيوا كانت من أجل الوصول لكرة الجول الأول، لكن عدت بردا وسلاما على حارس مرمى رومين. في أحداث هذا اللقاء كاشيوا في المحاولات، كاشيوا في الهجوم، كاشيوا في الاستفاقة الكبيرة في أرضية الملعب. الكرة من جديد ملعوبة، اللعبة الرأسية، عدت عدت رومين حارس المرمى بتفوق وبظهور في أحداث هذه المباراة. شوف الرأسية في اللعبة الماضية كانت حاضرة عن طريق اللاعب يوكي في الكرة الماضية، لكن رومين بتصدي ممتاز، رومين بتصدي ممتاز على أحداث هذه المباراة. تعود من جديد الآن الكرة عن طريق من يتواجد إدواردو، رومين حارس المرمى، لعب له كرة عالية، لعب عن طريق كيني، تغطية ممتازة جدا، دوران عن طريق عبد الله، عبد الله إلى إدواردو، لعب للناحية اليسرى لمصلحة النادي الباريسي، 14 من يتواجد، تيجاني يلعب له كرة للناحية اليسرى، عرضية من هيرفي في اللعبة الماضية، لكن تتخلص أو هيرفي عفوا وتعود إلى ضربة الزاوية، ضربة الزاوية
لمصلحة فريق باريس سان جيرمان. أجواء باردة على مستوى هذه الأثناء هنا في أرضية الملعب، تبحث عن حرارة كبيرة، حرارة الجول الأول. وهنا تبديل، فرص صاحب الرقم 6 من فرقة باريس. كوليبالي يغادر أرضية الملعب والدفع بناثان في أحداث هذا اللقاء. كوليبالي يغادر أرضية الملعب، ناثان إلى أرضية الملعب من الفرقة الباريسية. محاولة من جديد الآن، لعبة ممتازة عن طريق هذا هو ناثان البديل. ناثان يلعب لكرة عن طريق كيني، تصويب في الكرة الماضية، لكن وقوف وصملة دفاعية، صاملة دفاعية من الساموراي الياباني. البي اس جي يبحث عن النهوض في أرضية الملعب، عن سرعة اللعب، عن الوصول في أحداث هذه المباراة. 85 دقيقة لعب، 5 دقائق توصلنا على نهاية مجريات هذه المباراة، وحتى الآن الصورة الكبيرة ما زالت سلبية ما بين الفريقان في اللقاء الافتتاحي. الكل كان يتأمل وكان يأمل أن تكون هنالك واحدة من النتائج الرائعة، لكن ما زالت الكرة فرضية الملعب، ما زالت الكرة فرضية الملعب. ربما قد يكون هنالك هدف قادم. أنا عن نفسي أشم ريحة جول، أشتم ريحة هدف حتى الآن من قبل الفريقان. لعبة عن طريق إدواردو، محاولة عن طريق كيني، 18 يبحث عن المرور، ربما المهارة أي نعم. من جديد الآن العرضية، المحاولة، يا سلام، معاهم ولا معانا في الكرة الماضية، يا أقول لك على مستوى الدقائق الماضية، أشم ريحة جول. الـ14 تيغاني يسجل صورة الهدف الأول، يضع كرة الجول الأول، أقصر لاعب فرضية الملعب. أحترم من المقتربون من الأرض، أي نعم، تيغاني يسجل صورة الجول الأول. باريس يتقدم عبر النتيجة عن طريق 14 تيغاني. استكمال متميز ومكمل رائع، ووقوف بامتياز، وفرحة المدرب لوراك في أحداث هذه المباراة. 1-0 لمصلحة باريس. النادي الباريسي يبدأ عن طريق تيغاني في أحداث هذه البطولة، يبدأ مشواري هذه البطولة طريق تيغاني. أتحدث وأقول لك على مستوى الدقائق القادمة، أشم ريحة جول، أي نعم، أشم ريحة جول. باريس سان جيرمان يسجل كرة الجول الأول. باريس سان جيرمان بهذا الهدف أصبح لديه 81 هدف على بطولات الكأس الدولية الثامنة. 81، الهدف رقم 81 لفريق باريس سان جيرمان عبر هذه البطولة، وعبر إعطاء هذه البطولة ما بين كاشي وريسال الياباني. هذا الجول اللي يدخل في مرمى رقم 42، اهتزت شباك 42 مرة على أحداث هذه البطولة على مستوى 2014 حتى 2019. نقول اي نعم 42 مرة، لكن يبقي معدل تهديف كبير جدا لفرقة باريس سان جيرمان على أحداث هذه البطولة. شبان باريس سان جيرمان عندما يحضرون هنا إلى الدوحة يقدموا معدل تهديف وقوة هجومية كبيرة جدا، لكن ما زالت المباراة، ما زالت القمة صائلة، ما زالت القمة جائلة. هذا وتيغاني صاحب الهدف الوحيد، صاحب الجول الوحيد، يبحث بها على الوصول، مرور بمهارة، ربما قد يكون حاضر من الناحية اليسرى. تيغاني، المهارة، وقوف من تيغاني. 1-0 الهدف رقم 81 لفرقة باريس سان جيرمان. كاشيواري سول في أرضية الملعب يبحث عن النهضة، يبحث عن النهوض في أرضية الملعب للخطوط الأمامية. نهضة هدف التعادل، النهوض من أجل العودة مرة أخرى. نيفر جيف أب على أحداث هذا اللقاء. لا للاستسلام لفريق الأصفر، فريق كاشيواري سول الياباني، لكن هنالك أي نعم جيفن إن وذا باريس سان جيرمان على أحداث هذه المباراة.
حتى الآن النادي الباريسي يقود هذا اللقاء بنتيجة مميزة. أنا تحدثت وقلت لك أن هذا اللقاء هو مباراة الجول الوحيدة على أحداث هذا اللقاء. 1-0 لمصلحة باريس. عنوان باريس الكبير يبدأ بمانشيت عظيم بمانشيت عريض عفوا يقول أنا لها وأنا فيها وأنا قادم عليها على أحداث المباراة الافتتاحية. فرحة كبيرة للنادي الباريسي. نلعب على الدقائق الأخيرة في مجريات اللعب والبسمة الكبيرة والعنوان الكبير للنادي الباريسي هو أي نعم حاضر بشكل مميز في أرضية الملعب عن طريق اللاعب تيغاني صاحب الهدف الوحيد. كرة من جديد قائد الفريق كيني يبحث عن مرور كيني لمسة للخط الأمامي كيني من جديد تيغاني. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على هدوء تيغاني صاحب الرقم 14 في أرضية الملعب اللي يقدم شوط جميل صراحة في أحداث هذه المباراة. يسجل هدف الانتصار يوضع لنفسه صورة رائعة جدا. عودة من جديد في الخط الخلفي لاعبي ريسول يبحثون عن الصعود الخطوط الأمامية. الجمل بما حمل من أجل هدف التعادل على أحداث هذه المباراة. آخر 3 دقائق لعب على مجريات أحداث الشوط الثاني. آخر 180 ثانية على حسابات الشوط الثاني. ومدرب فريق كاشيوا السيد شين ياماناكا يدفع بورقتان. صاحب الرقم 28 لأرضية الملعب ماهيرو بديلا عن ال 12 يوكي 28 أو 39 ديتكا لأرضية الملعب. تبديلات فريق كاشيوا ريسول الياباني لكن لا حياة لما تنادي من فرقة كاشيوا ريسول الياباني على أحداث هذه المباراة. الحظ الكبير هو لمصلحة باريس سان جيرمان. الحظ الكبير على مصلحة باريس سان جيرمان على أحداث هذه المباراة. البيزيا يتفوق لكن ربما قد تكون عودة. ربما لما لا. كرة القدم هي تعرف مع صابرة حكم المباراة. أكون أو لا أكون. هنا محاولة. هنا عودة. هنا عودة. يا سلام. الورقة الرابحة. هذه تحسب لشين ياماناكا على أحداث هذه المباراة. هيدوتكام يعود بيم بريسول كاشيوا ريسول الياباني. يعود مرة أخرى الساموراي الياباني يرفض الاستسلام. أي نعم أي رفيوز تو جيف أب على أحداث هذه المباراة لفرقة كاشيوا. عودة مرة أخرى من البوابة الكبيرة. 1-1. هذا لا أفضل من هذا ولا ذاك أفضل من ذاك. الحديث عن 50-50. مباراة افتتاحية رائعة. يا سلام على ليلة افتتاحية. يا سلام على ليلة افتتاحية كبيرة جدا. هدف العودة عن طريق هيديتكا ماي يسجل هدف التعادل. يعود مرة أخرى بفرقة كاشيوا على مستوى نتيجة المباراة. يعود مرة أخرى بفرقة كاشيوا ريسول. كاشيوا ريسول أمام باريس سان جيرمان يرفض الخسارة على أحداث هذه المباراة. يرفض الاستسلام التام على حديث هذه المباراة الكبيرة والليلة الافتتاحية الرائعة من حسابات بطولة الكأس الدولية 8 التي تضع صورة جميلة. لكن ربما جول ثاني. أنا أقول لك كرة القدم هي معروفة مع صبرة حكم المباراة. في الدقيقة 90 حتى آخر نفس حتى آخر ثانية حتى آخر رمق ما زلنا نبقى وما زلنا نريد ذلك الشيء. كاشيوا ريسول الياباني أمام باريس سان جيرمان. أصدقائي المستمعين أصدقائي أعزائي المشاهدين متابعي قنوات الكاس أينما كنتم وأينما تواجدتم. ختام هذه المباراة الافتتاحية ما بين كاشيوا ريسول الياباني وباريس سان جيرمان. ختام هذا اللقاء الكبير بواحد واحد.